Sadullah Gödek hocamız hemen yanı başımızda. Bu köyden, bu köyün çocuğu hocamız bize rica etse Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz hocam? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ's-semâ'u fatarat ve izâ'l-kevâkibu tesârat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Hocam çok sağ olun, Allah razı olsun.